فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. رواه البخاري ومسلم. قال: فوصف هذه الأمة بترك الكتاب والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عباداتهم وأعيادهم، وأحالها على الرؤية، حيث قال في غير حديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وفي رواية: صوموا من الوضح إلى الوضح، أي من الهلال إلى الهلال. هذه مسألة مهمة جدا، وهي مثار النزاع الآن. نعم. وهي مسألة الصيام، بداية الصيام أو نهاية الصيام، هل يكون بالحساب الفلكي أو بالرؤية البصرية؟ النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن الحساب الفلكي، مع أنه موجود في وقته صلى الله عليه وسلم، فعدل عنه لأن اليهود والنصارى يصومون على الحساب ويتعبدون على الحساب ولا يعملون بالرؤية. فنحن إذا، وهذه لفتة عظيمة من الشيخ رحمه الله، نحن إذا صمنا بالحساب تشبهنا بأهل الكتاب، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية، يعني غير متعلمة، هذا في الأصل، وإلا بعد مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم فشل العلم والتعلم، لكن في الأصل كانوا أميين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فزالت الأمية بمبعثه صلى الله عليه وسلم. لكن أحالنا في الصيام على الحساب، على الرؤية البصرية، فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. ما معنى اقدروا له؟ فسرها الرواية الثانية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فنحن نصوم بإحدى علامتين: إما الرؤية أو إتمام الشهر 30 يوما. فالشهر قد يكون 29 إذا رؤي الهلال، وإذا لم يرى الهلال فإنه يصام 30 يوما إكمالا للحساب. أكملوا عدة شعبان 30 يوما. فهذا فيه بيان ما يطنطنون به الآن من الدعوة إلى العمل بالحساب الفلكي، ويقولون هذا من أجل اتحاد المسلمين. الله لم يكلفنا أن نصوم بجميع أقطار الأرض في يوم واحد، الحمد لله، ولا أن نفطر في يوم واحد، بل قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فكل يصوم على الرؤية ويفطر على الرؤية، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا نجد العبادات كلها مبنية على الرؤية، فالصلوات الخمس على الرؤية: رؤية الصبح في الفجر، زوال الشمس في الظهر، مصير الظل مثل الشاخص في العصر، غروب الشمس في المغرب، غيوب الشفق الأحمر في العشاء. فنحن نبني على الرؤية في عباداتنا ولا نبني على الحساب. نعم. هل يمكن أن يقال في توجيه ذلك شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد باعتماد الرؤية في العبادات، وإلا كان يعرف، ومعروف عند العرب حتى قبل الإسلام الحساب، يحسبون الأنواء والأنجم ويعرفونها، لكن مراد أن العبادات لا تبنى على الحساب؟ هذا اللي قلنا في أول الكلام، قلنا الرسول لم يلتفت إلى الحساب، مع أنه كان موجودا في عهده ومتقنا عند العرب. نعم. عند العرب، وهناك فلكيون متخصصون، ومع هذا عدل صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لماذا؟ لأنه من عمل أهل الكتاب، هم اللي يبنون على الحسابات، على النيروز والمهرجان وكذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون، إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانها، لا بالكتاب والحساب الذي تسلكه الأعاجم من الروم والفرس والقبط والهند وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. الكلام واضح ولله الحمد، من إمام جليل متقن، في أنه لا نعول على الحساب في عباداتنا، وإنما نعول على الرؤية في الصيام وفي الصلاة وفي الفطر وفي الحج. نعم. الحج يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس والحج والأهلة ترى،
ولا تحسب، ما يحسب الهلال حساب وإنما يرى. نعم. قال وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا بالرؤية أيضا في صومهم وعباداتهم، وتأولوا على ذلك قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولكن أهل الكتاب بدلوا. وهذا يؤكد ما سبق من أن الرؤية هي التي يجب العمل بها، وأنها كانت حتى عند أهل الكتاب لكنهم غيروها، فإذا كان هذا من تغييرهم تأكد علينا مخالفتهم في ذلك. نعم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان باليوم واليومين، وعلل الفقهاء ذلك بما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه، كما زاده أهل الكتاب من النصارى، فإنهم زادوا في صومهم وجعلوه فيما بين الشتاء والصيف، وجعلوا له طريقة من الحساب يتعرفونه بها. نعم، هو العمل بالرؤية يحفظ الأمة من أن تتلاعب بدينها، فإن أهل الكتاب لما نقلوا الصوم من 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 الحر إلى وقت الإبراد، نقلوه من فصل إلى فصل، أدركوا أنهم أخطأوا فزادوا في الصيام من أجل يجبر الخطأ الذي حصل منهم بزعمهم، من أجل أن يجبر ما حصل منهم من الخطأ في نقل العبادة عن وقتها، وهذا لا يعفيهم أمام الله سبحانه وتعالى من إثم التغيير والتبديل. ولذلك هذه الأمة ولله الحمد في منأى عن هذا التلاعب، فهي معلقة بالرؤية في عباداتها، والرؤية واضحة ويراها كل أحد. الحساب لا يدركه إلا الخواص من الناس، أحد الأفراد. أي نعم. وأما الرؤية فكل يراها، الحضري والبدوي والعامي والمتعلم كل يراها، والدين يسر ولله الحمد. وقد يتغير، وقد لا يوجد أهل حساب، قد يأتي فترة ما يوجد حسابون فلكيون ولا آلات ولا توجد آلات، وقد نكون في بر أو البادية في بر، فالله جل وعلا علقنا بالرؤية وهي أمر ميسور ولله الحمد. إذا رأينا نصوم، وإذا ما رأينا لا نصوم، ولم يكلفنا الله بالصوم. حتى ولو أخطأنا وكانت الرؤية سابقة فنقضي يوما بدل الخطأ، ويكون الصيام صحيحا والحمد لله. لو أخطأ الناس، حتى لو أخطأوا في الحج ووقفوا في غير يوم عرفة لأنهم لم يروا الهلال، فحجهم صحيح الحمد لله، لأنهم بنوا على ما يستطيعون وما يطيقون، فالدين ولله الحمد يسر. وأما قولهم أن يجب اتحاد المسلمين على الصوم، على نقول لماذا لم يتحدوا على العقيدة وهي أهم؟ لماذا لم يتجنبوا البدع والمحدثات وهذا أهم؟ فإذا ما بقي إلا الصوم، بداية الصوم ونهاية الصوم، الأمر في هذا محسوم ولله الحمد، ولا يكلف أحد، وهذا من اليسر، هذا من التيسير. هذا من ناحية. الناحية الثالثة أن المطالع تختلف، كما يقول شيخ الإسلام، المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة، المطالع تختلف، رؤيتنا تختلف عن رؤية الإقليم البعيد عنا، فكيف نلزم الناس أن يصوموا وهم لم يظهر الهلال عندهم؟ هذا من الغلط. وليت المسلمين اتحدوا على العقيدة الصحيحة، وليت هؤلاء الذين يعقدون المؤتمرات لبداية الأشهر ونهايتها كما يسمون، ليتهم اجتمعوا لأجل إنكار هذا الشرك الذي فشى في الأمة وشاع وأفسد المسلمين، إنكار هذا التصوف المبتدع الذي جاء بالطوام وجاء بالشرور وغير العبادات. لماذا لا يجتمعون لتغيير هذه الأمور وتنبيه المسلمين على تجنبها إذا كانوا ناصحين للمسلمين؟ نعم.